بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. بهذه المناسبة العظيمة أرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله، وإلى الشعب السعودي الكريم. ففي مثل هذا اليوم نستذكر الملحمة الكبرى في توحيد المملكة العربية السعودية على يد جلالة المغفور له الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود. ففي تلك الأيام بدأ رحلة البناء لتصل المملكة العربية السعودية إلى ما وصلت إليه هذا اليوم. فنحن نعمل اليوم بالأمن والأمان والازدهار في كل المجالات، خصوصا في الرؤية المباركة لسمو ولي العهد 2030، تلك الرؤية الطموحة التي ستنقل المملكة لمصاف الدول العظمى في جميع المجالات. وكل عام والمملكة العربية السعودية وشعبها وقيادتها بألف خير. الرياض عبارة عن مدينة محاطة بسور، وأذكرها لأبواب الثميري والدري ودخنة وغيرها. لا أذكر في الرياض شارع مسفلت إطلاقا، لا أذكر بيت واحد بالسمة المسلح. تقفل الأبواب بعد العشاء والساعة 3 أو 4 عربي. كان خارج السور مربع، هذا المربع كان في الملك عبد العزيز، وكان يمارس عمله في قصر الديرة، قصر الحكم الحالي. كان فيه شارع واحد يبدأ من درواز المربع الجنوبية إلى قبل بوابة الثميري، مرصوف بالحجر، مو اسفلت، حجر رصف، خط ضيق سيارتين، متعرج. هذا الشارع الوحيد في الرياض. تشوف في الرياض كان دائما في ضباب من غبار السيارات، وكنا عايشين مع الوضع. طبعا نرى اليوم ما نرى فيه. أهم عنصر لدينا هو الشعب السعودي، واليوم لدينا شعب مقتنع نعمل معه بشكل قوي للوصول للمملكة العربية السعودية ومشاريعها وبرامجها إلى آفاق جديدة في العالم.
الحقيقة النهاردة يوم عيد، يوم العيد الوطني للمملكة العربية السعودية. بهني كل الشعب السعودي، وإن شاء الله كده دايما في تقدم وازدهار، ودايما كده في صحة وسعادة كل الناس، تحت طبعا حكم الملك سلمان بن عبد العزيز وجلالة الملك طبعا وولي العهد الأمير محمد بن سلمان. أنتهز هذه الفرصة لأرفع أسمايات التهاني والتبريكات إلى مقام الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، وإلى مقام سيدي صاحب سمو الملك الأمير محمد بن سلمان ولي العهد وزير الدفاع، وإلى الشعب السعودي في هذه المناسبة. وأتمنى للمملكة المزيد من الازدهار والرقي والرفعة، وأنا سعيد جدا بتواجدي هنا. شكرا على الاستضافة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمي ونيابة عن زملائي في قنصلية جمهور العراق، أحب أن أهنئ الشعب السعودي الشقيق والمملكة السعودية قيادة وشعبا بمناسبة العيد الوطني. أسأل الله أن يعيده عليهم بالخير وبالرفاه للشعب وقيادة المملكة السعودية، وبالخير والاستقرار والسلام على المنطقة جميعا.